السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده بإذن الله معانا الشاشة دي، الشاشة 49 بوصة يونيفرسال. الشاشة دي كانت جاية قطع صوت، هنشوف مع حضراتكم دلوقتي. الشاشة شغالة وتمام، لكن فيها مشكلة في الصوت، قطع صوت نهائي، مفيش أي صوت فيها. يعني الشاشة شغالة زي ما انتم شايفين حضراتكم. لو هنعلي الصوت كده الصوت هنا الاخر اهو، ومفيش اي خروج للصوت بالنسبه للشاشه. وطبعا المشكله دي هتنحصر بالنسبه للشاشه دي او الشاشات، هتنحصر في حاجتين: في دائره الصوت بتاع الشاشه، او ممكن تبقى مشكله في السماعات بتاع الشاشه، يعني طقم السماعات تكون اتحرق، او دائره الصوت اي سي الصوت، او في مشكله من البروسيسور لاي سي الصوت. فطبعا ان شاء الله نشوف مع بعضينا. طبعا انا حددت العيب فين، لكن حبيت اشاركه معاكم عشان تعرفوا ازاي لو في مشكله عندكم، قابلكم مشكله صوت في الشاشه زي كده، تعرف تحدد العيب بتاعك مبدئيا من اول قياس وانت شغال. فهنشوف ان شاء الله عيب الشاشه ده كان فين، وهنعالجه ازاي ان شاء الله. نبدا مع بعضينا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع حضراتكم كده، نعيد تاني الياس، نشوف زي ما وزعنا حضراتكم. طبعا مبدئيا كده نقيس السماعات معانا، هنظبط الافو معايا على وضع البزر، نظبط الافو على وضع البزر كده زي ما مظبوط كده اهو، واقيس السماعات معايا. السماعه دي مش عاطيه حاجه، طبعا ده بدايه ما تفتح الشاشه لازم تقيس سماعتك الاول طالما الجهاز فيه مشكله صوت. لو السماعات ما ادتش بزر معاك زي كده، يبقى السماعات دي تعتبر تلف. السماعتين تلفين. هنرجع تاني نقيس كابل اللي هو موصل للسماعات، هنوضع البزر برضو نثبت هنا كده، ونروح للسماعه، نروح للسماعه هنا كده، جاتني بزر جنب التاني بزر، ده دي الاسلاك، ونتاكد من توصيه الاسلاك. السماعه التانيه كده، الاربع مخارج بتاع السماعات واصلين الاسلاك، يبقى كده 90% العطله عندنا تحدد في السماعتين دول. طبعا انا عشان الوقت استبدلت السماعتين اهو، انا كشفت عليه وعرفت انها مشكله سماعات، حاولت اشارك العيب معاكم. نبدا نلغي التوصيله من السماعات دي ونوصلها في السماعات التانيه زي ما نشوف مع حضراتكم دلوقتي. نبدأ كده نخلع السلوك بتاعتنا من هنا ونوصلها في السماعات الجديده اللي احنا مرتبينها. طبعا المشكله دي بتحصل، السماعات دي بتضرب لما الجهاز بيشتغل فتره طويله والصوت بيبقى عالي، الصوت بيبقى مرتفع، فشغله فتره طويله ده بيأثر على الجهاز وبيضرب السماعات. طبعا السماعات لو هتلاحظ هنا في جلد فيها اهو داخل اهو، لازم تركبه عشان السماعه ما تعملش زنه معاك. السماعات دي بيبقى صوت عالي، ولو ما ركبتش الجلد ده هيعمل زنه معاك، صوت خروشه كده في السماعات بعد ما تركبها حتى لو السماعات سليمه معاك. نبدا نوصل الجنب الثاني. بعد ما خلصنا كده هنجرب مع حضراتكم على وضع الشاشه زي ما هي كده. هنركب الفيشه ونشغل شاشتنا مظبوطه كده كده على الاوديو والفيديو، ونشوف الصوت هيظهر معانا ولا مش هيظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا كده الجهاز اهو، حملنا ورق، نبدا نفتح الشاشه معانا.
دلوقتي مدخل الصوت، مخرج الصوت زي ما شفتوا مع حضراتكم. السماعات اشتغلت ايه؟ وده عطل من الاعطال اللي شفناه مع حضراتكم، اللي بيظهر في يعني العطل ده بيظهر كتير في الشاشات. طبعا مش كل مره هيبقى عطل سماعه، سماعات ممكن يبقى عطل في ايسوس صوت. يعني هنا ده ايسوس صوت بتاعنا طبعا كنت هستبدله، بس لازم اجرب الاول واشوف واقيس واشوف ممكن يبقى ضارب مش ضارب، او في مشكله، او ما فيش صوت واصل له. فطبعا كل ده بيبقى بعد اختبارات وكده، وتتاكد ان الاي سي تلف بعد ما بتقيس سماعاتك وتقيس التوصيلات وكده. والشاشه ممكن يبقى فيها مشكله في السوفت او حاجه برضه ممكن تسبب ان انها تفصل صوت وصوت معانا برضه. فان شاء الله ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت يعني ما تنسوش انا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. كان معكم اخوكم محمود ابو دنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.